لا تلقى الرقم يا شيطان يا اخي معي سؤال بس الله ايوه تفضل معانا طلي عارف صلينا على رسول الله اللهم صل جماعة دحين كيف كذاك موجود كذاك موجود يا اخي باقي معانا سؤال ثاني يا اخي اين الصناعه ابي يقولوا مكنونا معانا صناعه في اليمن لو ما نخرج الخارج ولا معانا ولا صناعه اين الصناعه حتى وتحدى عشان نضربك ما تحدى يا حبيبي صناعه يمنيه وين الصناعه هذا المشبك 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 صناعه يمنيه امانه ما استروا ايش يعني كيف بواع صاحبي اكل مشبك وسنانه ملصصه دحين كيف لا يرشنش من عيش من عيش هذا حتى المصنع السمنت قنبلة طيب نرجو أن تترك فرصة للفنان ليتحدث تناقل يا أخي تناقل يا أخي عايش على الصناعة أيوة جا 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 وين وزير الصناعة كل هالمنتج التعليم والطباعة على الاتصال الخارجي يعني ردتنا شكرا نعود الى الـ الـ البرنامج قال واحد ابصره محشش بيدخل البيت ويخرج يدخل ويخرج والعسكر جو قال له هي انت من اهل البيت قال له من كفار قريش تفضل حلو هذه المداخله طيب ها هي. طيب الإخوة نرجو أن يكون الاتصال بشكل منتظم والأسئلة تكون واضحة وصحيحة يعني طيب عزيزي الفنان غنيت أغاني وطنية ما هي الأغاني التي زادتك تحمسا وغنيتها يا عزيزي الله معك يا راكبا بدون نجارة في عدد ثمن وبانيا قصران في صنعاء وقصران في عجن لا لن تنال الخير فيما قد كسبته ولن تفرح وتفرح في الفلوس وغيرك في حزن يشكي ويبكي من ظروف الدهر والزمن بذلولنا وغازنا سلا رضا لمن بذلولنا وغازنا سلا رضا لمن بجرعة تقودنا إلى الوصول للدفن حرق دم حكومة منعنا عبر الزمن لا لن يكون مالنا وحقنا في ملكهم ولن ولا مكان بيننا لعابد الوطن وليس في صفوفنا غير سيدنا حسن أرواحنا ما هنا سررن 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 شكرا على هذه الأغنية سررن بررن ألو معنا اتصال ألو أيوة أهلا وسهلا تفضل معك مكالمة الآن من الأخ المتصل لحظة احنا الآن في التحويل بنحولك الآن معك التحويل لرئيس الوزراء تفضل عبد القادر باجمال دحاو مع حول بقعة ثانية ايوه حول طيب معك وزير الثقافة ايوه ممكن معك العافية يلا يهنئ الحريم يخلي الوزير يهنئ العريس الوزير يهنئ العريس الو السلام اسمه خالد زاهر خالد زاهر تفضل الاخوة الحضور جميعا يا مساء صنعاء أبقى التاريخ خالد الرويشة يا سلام يا مساء الفن الزاهر الله لعريسنا الله. خالد زاهر الله الله يا مساء الموسيقى والأنشودة يا مساء صنعاء أبقى التاريخ يوه على النزغة نشكر الوزير الذي يا لحظه يا البديع الاتصالات معنا كثيره هنا في ازدحام في معنا اتصال من فضيله الداعيه عمرو خالد تفضل الو السلام عليكم والله انا مشتاق للعرس هذا كدر وتذكرت غزوه بدر وصحابه كلهم دحاو
نسي يا أستاذي تدعي تدعي للعريسة بأن الله. نعم نعم ما بش داعي لا تلغش. احنا قلنا مش هذا. طيب لو شي معاكم يعني جاليات جاليات. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك؟ الحمد لله. كيف حالك؟ الحمد لله. الأخ من أين؟ مرتاحك؟ من أين؟ معك خير الله زبن الله حياك الله. من السودان. من جمهورية السودان. أهلا وسهلا بإخواننا. حياك الله يا سقيق الهوى. حياك الله يا زول. والله وين الفنان اللي جنبك؟ أنا جنبك. عليك الله تعطيني إياه. السلام تحية. هو ده بيحاكيك هو ده. سلام والرحمة يا فنان. السلام التحية. كيف حالك يا عمي؟ أبلغته. والله يا والله مشتاقين كثير كثير. ليش؟ داير مشتاق كثير والله. ليش ليش؟ والله أحبك مرة مرة. حياك الله يا أخي. لغج. عاوز أغنية سودانية. ها؟ ولا يهمك. لا تجيب لي يا أغنية سودانية دحينة. معك أغنية سودانية. ولا يهمك. عليك الله. تمام. عليك الله داير مشتاق. كده كده يا تريلا تررر ما حكي لك حكايا عن البدر والزين وعن عدة قضايا يا ناس ضاق نخسي من سعر المريسي قد كان سعر أمسي رخيص يا حلا كده كده يا تريلا تررر حكاية أشهدنا الله أشهدنا الله أيوة وين والله معك يا ظل خلاص مع السلامة والله سيبت ركب من الغنية دي حياك الله فنان والله حبيك مرة فين أبوك أبوك موجود أبويا أيوة هيا انت اهجاني والله ابويا توفى نصل الى ان راسين كيرا مع السلامة يلا حاضر حاضر وهكذا استطاع الاخ خالد زهر مع مرور السنين أن يودع العزوبية والآن هو متجه لاستلام الراية ساعات الرحمة لله